مرحبا بكم في هذا العدد من انترفيو. ينضم إلينا استراتيجي المستقبل جون ساني. جون، شكرا لك على الانضمام إلينا اليوم. وظيفتك هي توقع المستقبل قليلا، كيف تقوم بذلك؟ من الصعب حقا التنبؤ بأي شيء في هذا اليوم. هنالك الكثير من الأمور التي تحدث. أعتقد أن أسهل طريقة لشرحها هي أن نوضح للناس في أي طور نحن الآن وما هي المرحلة القادمة. هذا الطور وهذا المستقبل المحتمل الذي نتجه إليه. وأعتقد أن المفتاح الحقيقي هو أن نكون قادرين على الاستعداد لجميع الاحتمالات. كيف نقوم بذلك؟ هناك طرق مختلفة. يتم تطوير نماذج أعمال مختلفة، أحدها يسمى اقتصادات التعلم، حيث نحصل على معلومات من السوق قبل إنشاء أي شيء. باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات نحن قادرون على الاستعداد لأي احتمال، لأن السوق يخبرنا بما يجب الاستعداد له. أعتقد أن إحدى التحديات هي سرعة وتطور الذكاء الاصطناعي. هل يمكننا مواكبة ذلك؟ إذا كنا نستخدم التكنولوجيا كشريك فبالتأكيد، فهي طريقة رائعة بالنسبة لنا للبقاء في المقدمة. العديد من الشركات التي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي بدأت في رؤية تقلص حصتها في السوق من قبل شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي. المفتاح هو بناء الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات وتضمينها في العمل، وليس العمل بأسلوب قديم. أنت هنا في منتدى دبي للمستقبل. كيف كان هذا الحدث ولماذا هو مهم للمضي نحو المستقبل؟ إنه أمر لا يصدق أن ترى العديد من كبار المختصين في العالم تحت مظلة واحدة وأن تناقش نفس التحديات التي نواجهها ونتعلم من بعضنا البعض. نحن محظوظون جدا لوجودنا في دبي للحصول على هذه الفرصة لنجمع أفكارا ذات رؤية. هذا مهم لأن لدينا العديد من الأسواق المختلفة التي نتعامل معها، والقدرة على مشاركة الدروس المستفادة من الحدث يجعلنا أفضل وأكثر فاعلية لمساعدة العالم على الاستعداد للمستقبل. هل كان الحدث ناجحاً؟ أعتقد أنك قلت إن لديك بعض النصائح التي تقدمها لهم في النسخة القادمة. أعتقد أنه كان نجاحاً كبيراً. أعتقد أنه كانت هنالك قطعة مفقودة، وهنالك دائماً قطع مفقودة مع تطور الأشياء. أفضل طريقة لوصف ذلك هي ما قاله أينشتاين: لا يمكنك حل مشكلة باستخدام نفس العقلية التي أنشأتها. كان لدينا الكثير من الأشخاص الأذكياء في المؤتمر، ولكن لدينا الكثير من الأشخاص الأذكياء في العالم أيضاً. لا يمكننا استخدام نفس المستوى من الذكاء لإنشاء حلول جديدة، لأن الحلول الجديدة تتطلب مجموعة ونوعا جديدا من المهارات. إذا ألقينا نظرة واسعة على التاريخ فسنجد أنه خلال عهد الزراعة كانت القوة الجسدية أهم شيء. خلال العصر الصناعي حل المحرك البخاري محل القوة الجسدية. لذلك كان علينا تطوير مهارة جديدة تسمى الذكاء أو حاصل الذكاء IQ. الآن بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات موجودة يتم استبدال ذكائنا، وعلينا تطوير ذكائنا العاطفي. أعتقد أن الفجوة التي لم نراها هي كيفية ترقية البرمجيات حتى نتمكن من التعامل مع عدم اليقين والمجهول بمزيد من التفاؤل. معظم العالم خائف جدا من المجهول، ونحتاج إلى تغيير ذلك لأنه ليس لدينا خيار. المستقبل غير مؤكد أكثر من أي وقت مضى، والطريقة التي نتعامل بها مع هذا تصبح إلى حد بعيد أهم مهارة يمكن أن نمتلكها. هل تعتقد أن الوباء لعب دورا في ذلك من حيث نفسية المجتمع ككل على مستوى العالم؟ قطعا، لقد كان تقريبا بوابة أوصلتنا إلى هذا العالم الجديد ودفعتنا نحو عام 2030. ولكن أيضا من المهم جدا أن ندرك أننا بقينا نعيش الثورة الصناعية التي دامت 200 عام دون أن نتوقف، ولا أعتقد أن أي منا كان يعرف كيفية التوقف. وبوابة التوقف المؤقت كانت الوباء الذي أعطانا الفرصة للبحث عن طرق جديدة للقيام بالأشياء وإعادة ترتيب أولويات حياتنا. هل شهدنا تحولاً عالمياً أم ليس بعد؟ نحن في الطريق. أعتقد أنه على مدار السنوات الثمان المقبلة مع ظهور الذكاء الاصطناعي والبيانات، ولكن أيضاً الانهيار الداخلي للعديد من الهياكل التي وثقنا بها ضمنياً ذات مرة، بدأنا نرى طرقاً جديدة تماماً للتعامل مع العالم، من السياسة إلى البلوكتشين إلى التمويل إلى التعليم وحتى انهيار النظام الأبوي من نواح كثيرة. بدأنا في رؤية العديد من القوى الجديدة تنهض، ومن المهم تتبع هذه القوى. هل يمكننا حماية مستقبلنا؟
إدمان اليقين الذي خلقه اقتصاد الحجم الكبير من نماذج أعمال يتطلب تقديم الإجابة، لأنه لا يوجد مستقبل مضمون بأي شكل من الأشكال. الشيء الوحيد الذي يمكننا إدارته هو سلوكنا، وإذا كنا نخلق سلوكاً قابلاً للتكيف تجاه المستقبل، فلا يهم حقاً ما يجلبه لنا المستقبل. أعتقد أنه من المهم أن نخلص أنفسنا من هذا الإدمان على اليقين، لأنه غير متوفر. إنها ليست رفاهية بعد الآن. بينما نتوق جميعاً إلى النجاح، فإن الفشل سيأتي. كيف تعرف الفشل؟ نحن بحاجة إلى إعادة تعريف النجاح، لأن النجاح لا يمكن تحديده فقط من خلال وجود الكثير من المال. لا يتعلق الأمر بتعريف الفشل، بل بتعريف النجاح. وأعتقد أنه مع الكثير من التقدم التكنولوجي والعديد من الطرق الجديدة لكسب المال، لدينا أعلى مستويات من الاكتئاب وأعلى مستويات من الوحدة والانتحار حول العالم. أعتقد أن إعادة تعريف النجاح سيكون أكثر أهمية من تعريف الفشل. إذا استطعنا النظر إلى النجاح على أنه عملية عاطفية وذكية لإيجاد السلاسة في حياتنا اليومية، فإن كل ما يأتي إليك حقاً هو عملية سهلة لمعالجتها. في كتابك من سنكون، كان هنالك سؤال بارز حول القيم. كيف يمكنك الإجابة عن هذا السؤال؟ بالطبع، أعتقد بالنسبة لي أن إعطاء قيمة للسلام والوئام والتعايش يصبح أمراً مهماً للغاية، وضمن ذلك نجد الكثير من الثروة. الطريقة التي نفكر بها في الثروة لا تتعلق بقول لا للربحية أو المال، ولكن أيضاً للتفاعل معها بطريقة أكثر أناقة وأكثر ضميراً. يأخذنا هذا إلى اقتصاد العاطفة، وهو شيء قريب جداً من اهتماماتك وأبحاثك. ما هو تعريفك لاقتصاد العاطفة؟ قبل أن أخبرك بالتعريف، دعينا نتذكر فقط أن الثورة الصناعية تطلبت منا أن نواكبها من خلال الدرجات التي يمكن الحصول عليها في الجامعة للظفر بوظائف في الشركة التي تلائمك. هذا العالم الجديد الذي ننتقل إليه هو عالم التقنيات التي تحل محل كل ما اعتدنا عليه أو ما اعتدنا أن نتلائم معه. اليوم أصبحت الملائمة والمواكبة عملة المستقبل، وللتكيف مع الأمر علينا الوصول إلى عبقريتنا، وكل شخص لديه عبقرية. بمجرد وصولك إلى العبقرية كل شيء يتغير، مثل ما قال ستيف جوبز: لا تتوقف حتى تجد ما أنت قادر على فعله، وعند ذلك ستصبح مبدعا بالفطرة. قد تكون صانع محتوى ولديك 20 قناة مختلفة على الأنترنت لمشاركة إبداعك، وما لديك الآن هو اقتصاد مبدع قوي بقيمة 16 مليار دولار، حيث لديك أفراد يستخدمون منصات تكنولوجية لتحقيق مستويات لا تصدق من الدخل. إذا فكرت في الأمر، فإن العالم القديم كان يدور حول الحصول على وظيفة من 9 إلى 5 خمسة أيام في الأسبوع. الآن لدينا صانعو محتوى يعملون متى يشاءون. هذا المستوى من الحرية هو ما يتوق إليه الجميع. الأمر يتعلق فقط بإعادة التفكير في كيفية وصولنا إلى هذا العالم وإضافة قيمة إليه. قلت سابقاً إن المستقبل غير مؤكد بشكل واضح. ما الذي يخبئه لنا؟ الكثير منا لم يفهم بالضبط مدى سرعة تحسن الذكاء الاصطناعي وسرعته في أن يصبح أكثر ذكاءً. أعتقد أن هذا مخيف ومثير في نفس الوقت، لكن مثل ما غيرت الكهرباء كل جانب من جوانب حياتنا، فإن الذكاء الاصطناعي سيغير كل جانب من جوانب حياتنا. العشر سنوات القادمة ستصبح مرتبطة به وبكل جزء من حياتنا، وتجعل الأمور أكثر بساطة، وأتصور الكثير من الإبداع والحرية لأنفسنا. بغض النظر عن الخمس سنوات القادمة، ما الذي يخبئه لنا العام القادم؟ أفكر فقط في الانهيار المستمر للعالم. ما يجب أن ندركه هو أنه لكي يولد أي شيء جديد، علينا أن نرى انهيار القديم، ويمكننا أن نرى الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ليست بالجيدة. السياسة في جميع المواقف حول العالم ليست بالجيدة. النظم التعليمية غير ملائمة، وعلينا أن نرى زوال هذا. أقول دائما لكل واحد من جمهوري: إذا استيقظت كل صباح وأنت تعلم أن العالم بحاجة إلى الانهيار من أجل الوصول إلى نقطة جديدة، فعليك أن تكون أقوى. لا يزال أمامنا بضع سنوات أخرى من الانفجارات الداخلية قبل أن يبدأ العالم الجديد في الاستيقاظ بالفعل. شكرا جزيلا على التحدث إلينا، جون ساني.